سعيدة لأنني وكما عودتكم سأطلعكم على الحقيقة كاملة وليست حقيقة مبتورة وليس حقيقة 28 فبراير، ليس حقيقة ندوة 28 فبراير التي كان عنوانها تحدي القضاء والقانون المغربي. وأبدأ حديثي بمقولتين عن الكذب: أسوأ كذبة هي نصف الحقيقة، فهذه المقولة هي لألفريد تنسيون، ونصف الحقيقة هي كذبة كبيرة هي لبنجامين فرانكلين. الكذب يكون إما بتزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو إخفاء الحقيقة بقصد الخداع. ومن بين العلامات التي تظهر على الكاذب إضافة إلى زيغ البصر والتكلف العصبي والتكرار هو إطلاق كلمات الاستخفاف بالآخرين، إذ يميل الكاذب إلى أن ينسب للآخرين تصرفات وأقوال رديئة، خصوصا رذيلة الكذب التي هو مصاب بها. فمناسبة هذا الحديث أن النقيب بعشرين، وبعد أن فشل في إقناع القضاء بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية ببراءة موكلتيه، حاول إقناعكم، إقناع الصحافة والمنابر الإعلامية بذلك، ولكن للأسف الشديد عبر عن ذلك بإخفاء الحقيقة وتزييفها. عفاكم، النقيب بعشرين قال إن القضاء برأ المتهم من كل علاقة بحساب حمزة منبري، وتصرف في مقتضيات القرار القضائي ونقلها منقوصة للصحافة والرأي العام. النقيب عشرين كان عليه أن يوضح للرأي العام الحقيقة كاملة، وأن يستعرض عليه الجرائم التي توبعت من أجلها المتهمة كاملة، وأن يبرز إضافة إلى تلك التي لم تبرئها منها تلك التي تمت مؤاخذتها وإدانتها. فبعدين أعرض عليكم، بعدين شوفوا، هنشوف معاكم طول الحكم طبعا ابتدائي. هذا هو الحكم طبعا، بعدين تركزوا معايا لأنه عنواني هنا لا لبطر الحقيقة، لا لقطعها، لا لتزييفها، لا لتضليل الرأي العام، ولا ولا ولا. هذا الحكم هو صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، ملف عدد 20-2103-4422، صادر بتاريخ 30/7/2020. كتشوفوا هيك، هو هذا هنا كيقول لكم بأنها، يقول بريئة، كاينة ولا لا؟ كلكم قال لكم بأنها بريئة من الحساب، فأنا قدامكم الصفحة الثانية، غادي نشوفوا الجنح التي توبعت بها ابتدائيا. صك الاتهام، صك الاتهام بالنسبة للمحكمة فيه 6 تهم، أسقطت عنها 3 تهم وأدينت ب3 متابعات. طبعا المتابعات 6 هم انا نقولهم قدامكم، ها هما. اول شيء، اول تهمة او متابعة، اول متابعة في صك الاتهام: المشاركة في الدخول الى نظام المعالجة الآلية
للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. طبعا كتشوفوا الفوق دنيا باطمة تمت متابعتها بالجرائم. لا ماشي هذا، هذا ديال لعبه الحكم الابتدائي. نعم. ف دنيا باطمة تمت متابعتها بالجرائم التاليه: المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال، مركزين معايا هيك، المشاركه عمدا في عرقله سير النظام واحداث اضطراب فيه وتغيير طريقه معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعاً، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. خامساً، المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادسا، تهمة التهديد أو جنحة التهديد، ست متابعات في صك الاتهام في المحكمة الابتدائية. أنا لست بمحامية ولست بدارسة للقانون، أنا خريجة أدب عربي، ولكن كل منا تعلم يعني تعلم القانون من أبويه. إحنا ملي كيقولوا لنا غتقطع الشارع راه غلط، ملي ما غديرش سلطة راه غلط، ملي غتسرق راه غلط، ملي غتكذب، كل واحد فينا كابر في القانون. والحمد لله، وأكبر قانون أنا اليوم يمكن درتو هو أنني نحضر، ما عندي الناس كاملين سواسية، سواء اللي ينتقدني أو ما ينتقدنيش، ولكن فقط هاد بين قوسين. دنيا باطمة تمت مؤاخذتها ومعاقبتها من أجل هذه الجرائم. يعني هذاك ابتدائيا كانت متابعة بست جنح اللي ذكرت لكم هذوك الستة، ولكن استئنافيا أسقطت عنها ثلاث جنح وبقيت ثلاث. نقيب عشرين ماذا فعل؟ قطع وبطر الحقيقة، بين لكم اللي غيبان واللي ما غيبانش واللي غادي يكون ضد ما بينوش. فأنا هنا سميت ندوتي ماذا؟ الحقيقة الكاملة الغير مبتورة. وأنا وحدي، ما جبت معايا لا زوجي ولا محامية الخاص، يعني المحامية الخاص مكانه المحكمة وليس فنادق خمس نجوم. فأنا جيت بوحدي، معايا الله سبحانه وتعالى وفي يدي الحقيقة والإثباتات. فأنا هنا لا لأطعن في القانون ولا لأطعن في القضاء المغربي كيف ما كان، فأنا تحت راية القانون أؤمن بالعدالة كيف ما كانت. ما كان جيوش كنخليو المحكمة وكنجيو نبرؤو في فنادق خمس نجوم. أنا فقط رديت، وأنا هاد الفندق أنا كان يعني ندواتي السابقة كلها كانت من هنا. أنا فقط بالرد ورد اعتباري، لأنه تم تضليل الرأي العام. دابا غادي نقول لكم التهم المتبقية، التهم التي أدينت بها، لأنه كتقول لكم بأنها ومحاميها السيد نقيب السابق بوعشرين كيقول لكم بأنه هي بريئة، وقال لكم اللي باقي يقول بأنها عندها علاقة بحساب حمزة المنبيبي غادي يقاضي. قال هادشي ولا ما قالوش؟ فأنا غادي نقول لكم هاد التهم وخليه يقاضيني. هذه التهم صادرة عن محكمة الاستئناف. طبعا دنيا باطمة تمت مؤاخذتها ومعاقبتها من أجل الجرائم التالية، وهنا كتشوفوهم الفوق: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد ماذا؟ بقصد التشهير بهم. أنا واحدة من الضحايا بيانسو. شوفوا انتم المشاركة، والقانون المغربي يعاقب المشارك الفاعل الأصلي. هنا عندها تهمة المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. عندها البث
والمشاركة وكذلك المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة اللي قلت لكم قصد عن طريق الاحتيال. فهذا الشيء كامل فين كان؟ واش كان في حسابها الشخصي ولا كان في حمزة مومبيبي؟ كان في حمزة مومبيبي. فهنا هذا وهذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم هذا صادر عن المحكمة الابتدائية وكذلك عن المحكمة الاستئنافية أو محكمة الاستئناف. وحتى لا أطيل عليكم ولفضح ادعاءات النقيب بعشرين أطلب منكم الرجوع إلى الصفحة 60 من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش والذي جاء فيه ما يلي. نعم لا أعطيني الحكم ابتدائيا الحكم لأنه ابتدائيا يسمى الحكم والصادر عن محكمة الاستئناف يسمى قرار. شكرا لك سيدي النقيب لأنه عن طريقك زدت تعلمت يعني لأنه تبعت مزيان هذيك المسرحية أو المرافعة التي كنت فيها الحكم وكنت فيها القاضي وكنت فيها المحامي وكنت فيها النيابة العامة وكنت فيها كل شيء حتى الصحفيين لم تسمح لهم بسؤالي. فأنا هنا غادي نعطيها المقدم وغادي نسمح لكم طبعا بالسؤال. أعطيني نعم. صفحة 60 اللي هي قدامكم طبعا من هي صادرة عن القرار الاستئنافي أو التي لا ابتدائيا هذا طبعا الحكم هذا الحكم الابتدائي عفوا عذروني راني يلا يجدد في القانون. ولاحظوا معايا واسمعوا هذا طبعا كان في الصفحة 60 من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية واللي بغى منكم أي معلومة أنا أمامي جبت معايا الحكم الابتدائي كامل 80 صفحة كما قال السيد بوعشرين ولم وما وراكم منه غير جوج سطورة أنا بالنسبة لي لأنه 80 صفحة وكتوري منها غير جوج كلمات ما نقولوش ويل للمصلين وكنقطعوا كنقولوا ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهم عن صلاتهم ساهم استغفر الله العظيم. طبعا شوفوا معايا فينو هذا خليه عافاكم غتقربوا مزيان بغيكم تصوروا هذا مزيان باش تشوفوا ماذا ورد في الحكم الابتدائي. وحيث ان المحكمه من خلال اسمحوا لي واخا نطول عليكم ولكن بغيت نقرا عليكم لان مابغيتش نضحك عليكم جوج كلمات ونمشي. وحيث ان المحكمه من خلال ما سطر اعلاه وبعد دراستها كتشوفوا اللي كنقرا وبعد دراستها لاوراق الملف ثبت لديها وتولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمتين بتأكيدهما تمهيديا هما اللي أكدوا يعني اعترافات تأكيدهما تمهيديا وأمام النيابة العامة وكذلك أمام السيد قاضي التحقيق تواصلهما مع مسير الحساب في العديد من المرات أشرى كلامهم وكذلك مع المدعو أسامة العجمي التنسيق معه على مهاجمة وقرصنة وتدمير حساب كل من يسيء إليهما أو يسيء إليهما كونه يقوم بمهاجمة وفضح أسرار كل من يقوم بالإساءة إليها من خلال مده بمعلومات عنه. يعني اللي بغى يدخلوا في طول عرض بالمغربية كيمشيو تواصلوا كيعطوا المعلومات ديالي يلا دخلنا في هذه طول عرض. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.